السلام عليكم، صباح الخير. شباب صايم سلام جايز. أهلا دكتورة. خلينا معناته نبلش جايز. مين الصبية اللي المرة الماضية حكت لي عن الـ reduced row echelon form function على الماتلاب؟ اوكي، معناته الصبية اللي حكت لي عنها عن الفانكشن تبرني، تبعت لي مسج او شيء. خلينا نبلش بمحاضرتنا، واليوم راح نكمل بالماتلاب اللي هو باخر بارت، اللي هو تبع كيف نحسب بعض الاشياء ل فيكتورز. خلينا نحكي انه مثلا let's define a vector u، نحكي انه هو في يور 2 6، نحكي في عنا فيكتور في في يور 5 2 and 0. هلا اذا بدي اوجد ال اذا بدي اوجد النورم لفيكتور معين، ففيني مباشره احكي النورم للفيكتور يو راح يعطيني الفاليو لإله directly، لأن النورم as a function هو معرف على الماتلاب. فإذا بكتب النورم لفيكتور معين راح يعطيني directly النورم لهذا الفيكتور. Let's assume مثلا بدي أخذ لترانسبوز للفيكتور v، ففيني أخذ c تساوي ال u، again لترانسبوز هي إشارة الأبوستروفي، راح يعطيني مباشرة ال u أو ال c as a column vector. لنفرض مثلا إنه بدي أوجد اليونت فيكتور للفيكتور يو، ففيني اجي احكي اليونت equal to يو ديفايدد باي يو ديفايدد باي سوري يو ديفايدد باي نورم لليو. هذا المفروض يعطيني as a unit vector. هلا اذا اجيت حكيت له مثلا بدي النورم لليونت، المفروض يعطيني واحد لانه هو يونت فيكتور. لو اجيت مثلا بدي اخذ الدوت برودكت لهدول التو فيكتور يو اند في، فباجي بكتب له دوت يو فاصله في راح يعطيني الدوت برودكت لهدول التو فيكتورز. لو باجي مثلا بحكي له الديستنس بين اليو اند في، الديستنس از ا فانكشن، كان اخذ حاصل الطرح. Had Euclidean distance weight function, so that's not what we're looking for. Weighted function apply weights to an input to get weighted input. لا معناته انسوها. It's not the function that we are looking for. إذا بدي أوجد the distance معناته بهاي الحالة الأفضل إنه أنا أكتب له norm. لا. اوكي راح يعطيني الديستنس بيناتهم اللي هي 7، اللي هو النورم للديفرنس. واضحه شباب وصبايا؟ لما دكتوره كتبت الدي اي اس تي اي ثوت ات ويل بي ذا فانكشن فور ذا ديستنس، بس طلعت لا شيء ثاني. عزيزتي حكولي سالتي عني هلا دخلت المحاضره، سوري، على عشان الماتلاب ايشلون فورم. اوكي سدين، بس كنت بدي احكي انه لك بونس، ذكريني فيها بنهايه المحاضره واكتبي لي مسج. اوكي تمام، ثانك يو. اوكي جايز، سو اذا بدنا الديستنس فهي النورم لحاصل الطرح. شوفي كمان اشياء اخذناها على تو فيكتورز. هلا الكروس برودكت برضه معرف على الماتلاب، اي جس هو كروس يعطيني الكروس برودكت لليو اند في. سو هن هدول الاشياء، هدول الثري فانكشنز او هدول غالبيه الفانكشنز اللي اخذناهم في الفيكتورز. اوكي بالاضافه طبعا للجمع والطرح وهاي الشغلات. واضحه جايز؟
حدا عنده مشكلة فيهم؟ هلا نرجع على سؤال الامتحان اللي كنا المرة الماضية بنحل فيه. I guess كان هذا. اوكي، هلا هذا السؤال او هذا الامتحان اللي المرة الماضية كنا عم نحل فيه. اول بارت من السؤال او حلينا الفيرست كويستشن. حلينا السكند كويستشن لغاية الديتيرمينانت اوف W. بعد هيك طلب مني suppose that the seventh and second columns are vector. The distance between them is. هلا بدي اجي لهون. إذا ذاكرتي صحيحة فنحن وصلنا لهذا البورت linear algebra section 1. هلا نحن عرفنا ال A as a matrix. اوكي، هي عرفناها، هذا الفانكشن تبعها. عرفنا ال A as a function as a matrix according للشيء اللي معطي معنا بالسؤال، انه الدياجونال بتناقص واللور والابر بارت كلياته 1 واللور بارت بتزايد من 1 لغاية الفاينل رو. هلا عرفنا الماتريكس A هياتها، you can double check انه هي نفس الماتريكس اللي موجودة عندي. وبعد هيك طلب منا نحسب الديترمينانت لل A، طبعا هي بالسؤال W فطلعت معي 1.08. بعد هيك بحكي لي let's assume انه 7 second columns are vectors. اوكي، بدنا نوجد ال distance between them. فبدي اجي احكي C7 تساوي، بدي من الماتريكس A كل الروز اللي بالسيفنث كولم. عرفنا C7 بنفس الطريقة. بدي أعرف C2 اللي هي من A، بدي كل الروز اللي بالكولم الثاني. هلأ بدنا نوجد the distance between them، فبدي أجي أحكي D تساوي norm C7 minus C. أخذت C7 يعطيني 70.09، هاي distance between them. And used in H بدنا نكتبه فقط لا غير. هذا كان كل أسئلة الامتحان. هلا بتذكر بأحد الفصول جبت لهم إنه بدي distance. Find the distance between the خلينا نحكي third column. خلينا نحكي fourth row. اوكي، طلبت منهم يحسبوا الديستانس ما بين الثيرد كولم والفورث رو. اغلب الطلاب شو راحوا كتبوا؟ كتبوا C3 تساوي من ال A بدي الثيرد كولم. اوكي، كتبوا بدي ال R4 اللي هي من ال A بدي 4 كل الكولم. سو حددوا الفورث كولم وحددوا الثيرد كولم وحددوا الفورث رو. هلا لما طلبت منهم الديستنس فراحوا حكوا النورم لا C3 minus R4. هلا هذا الحكي معناته هاي النيو فيرجن من الماتلاب. هلا هذا الحكي كان يعطيهم غلط. ليه؟ طبعا هون ما اخذها غلط لانه اخذها صح. هلا هون هذا الحكي كان يعطيهم غلط لانه السي از ا كولم ماتريكس والار از ا رو ماتريكس. فهلا كان الاصح بهاي الحاله نيجي نحكي النورم لا السي 3 ماينس الار 4 ترانسبوز. هلا بهاي الحاله المفروض يعطيهم الجواب صح. First of all لازم اخذ للترانسبوز، بعد ما اخذ للترانسبوز للار 4 اطلب منه يعطيني النورم، فبطلع معي الجواب 194. بس دايركتلي اخذ السي 3 مع الار 4 راح يعطيني الجواب
غلط. اوكي واضح يا شباب وصبايا؟ سو لازم انتبه للدايمنشن للفيكتورز قبل لأعمل عليهم الرو أو قبل لأعمل عليهم الماثماتيكال أوبريشن. واضحة شباب وصبايا؟ حدا عنده سؤال؟ أوكي خلينا نجرب ناخد شيء ثاني. سكرها ناخد شيء نشوف هذا الامتحان. بهذا الامتحان using the defined matrix A answer the sub question. هلا بدنا نوجد ال cofactor for 3 ال commands for A. suppose that انه ال row السادس وال column الخامس are vectors, find the distance between them. هذا اللي هلا كنت عم بحكي لكم عنه, انه لما باجي باخذ ال row السادس مع ال column الخامس لازم وحده فيهم اخذها transpose لحتى يزبط معي لحتى يزبط معي الكالكوليشن. الكروس برودكت هاي سهلة, بس بتحط كروس بين تو برودكت. اوكي عم يطلب مني اعرف هاي الماتريكس, خلينا نشوف فيكم تعرفوها ولا لا. Diagonal element start by 1, skip an element with 0 entry and increase by 1. يعني هلا بالدياجونال element بدي واحد, second element بدي اياه يطنشها, third element في الدياجونال بدي اياه ياخذها 2, الفورث element ياخذها 0, الالمنت اللي بعديها ياخذها 3 وهكذا. اوكي والماتريكس 30 باي 30, شو رايكم كيف نكتب هاي الماتريكس على الماتلاب؟ هلا اول شيء راح نعرفها as a zero matrix بدل ال ones. for ال i من 1 to 30 و for ال j من 1 to 30 هاي دائما بتكون صحيحة في تعريف الماتريسيز. هلا بدي اجي احكي لما ال i تساوي ال j ال a i j تساوي something, بس هلا في عندي another if statement بدها تنكتب هون, شو هي؟ في عندي أنت ندقق أنا وياكم فيها. هلا إذا كانت ال i واحد معناته رح يبلش يعرف value, إذا كانت ال i 2 رح ما رح يعرف value رح يغليها صفر, إذا كانت ال i 3 رح يعرف value, إذا كانت ال i 4 they will الماتلاب will skip هذا ال part, إذا كانت ال i 5 رح يعرف value, إذا كانت الـ i6 رح يطنشها, إذا كانت الـ i7 رح يعرف value, otherwise لا. فهو شو عم ياخذ هون؟ إذا كانت الـ diagonal element عم تاخذ odd value فعم بعرفها, إذا عم تاخذ even value فما رح يعرف الـ value اللي هون. شو رأيكم كيف بتنكتب هاي على الماتلاب؟ شو اللي بيميز الـ odd والـ even number؟ باقي القسمة. باقي القسمة، كيف بكتب باقي القسمة على الماتلاب؟ الـ mod. إشارة المود. mod. exactly. ما تكونش سدين اللي حكت الجواب. لا أنا بسول. بتول إلك بونس. ونفس الشيء لل بقص عبد الله, عبد الله اللي عم يحكي كان. لا دكتور. عبد الله برضو إلك بونس. اللي هي إشارة ال odd بنميزها usually بالفونكشن بتاع المود. هون شو بدي أحكي له؟ بدي أحكي له if المود لا إيش مع إيش. ال i أو ال j على تنين تساوي زيرو اللي هي باقي القسمة, إذا يساوي صفر معناته بهاي الحالة رح نعرف الـ a i j تساوي any idea؟ تساوي زيرو. لا هلا هي بدها أول وحدة تكون واحد
بعدين بدها تصير 2، بعدين بدها تصير 3 وهكذا. شو رأيكم كيف بدي أكتبها؟ يعني كيف بدي أخليها 1 وتبلش تزيد؟ ترى بعرف انتجر مثلا ام، وبخلي بحط ام بلس بلس كل ما تحقق شرط انه يكون فردي. اوكي كيف بدي اكتبها؟ وين بدي اعرف الام بحيث تكون صحيحه؟ بعرفها برا الاف. Fair point. بعرف الام هون تساوي 1. اوكي it's a number. وباجي بحكي هون ال aij تساوي ال m، وإذا الشرط هذا تحقق حط ال m تساوي m plus m، m plus 1. أوكي؟ هلأ خليني أطنش هدول ال f statement اللي هون. أوكي؟ سو رح أخليهم command them اللي هي ما رح ياخذهم as operation، وأعمل run لحتى أشوف رح يعطيني الجواب صح ولا غلط. هلأ كل الـ other parts رح تكون 0، بس المشكلة اللي هون إنه أعطاني 0 1 0 2 معناته غلطانة somewhere. وين الغلط؟ if mount الواحد معناته الغلط هون بدي إياها لازم لا يساوي equal. Exactly. If it's not equal للزيرو، إشارة الـ not equal اللي هي هاي الإشارة مش عارف شو بسموها، تساوي صفر. إذا لا تساوي صفر عرفها. وضحت؟ هاي اللي كتبتها هون. Okay. هاي بنسميها الـ not equal بالماتلاب. هلا إذا بعمل له run المفروض يعدل لي الماتريكس A. هلا هيك صارت صحيحة. So إذا الـ mod not equal 0 فبهاي الحالة الفاليو اللي عم تعطيني اياها it's an odd number. اذا odd number معناته عرف ال diagonal element، otherwise escape paddle part. اوكي هي هيك خلصنا من اول part. هلا شو بحكي لي بعد هيك؟ بحكي لي بدي بعد ال diagonal element في ال upper part دائما يعرف 50 وتتناقص ال values. فهون كيف بدي اكتبها؟ بدي اجي احكي له بدها تكون لما الـ i أقل من j اللي هو الـ upper part. هلا بدي أرجع هذا الـ part. لما الـ i أقل من j بدي الـ aij تكون 50. اوكي 50. هلا هاي الـ j تساوي 2 والـ i تساوي 1، سو الـ j minus 2 رح يعطيني 1. فأنا بدي إياها 50 وتبلش تتناقص. أوكي فشو رح تكون؟ رح تكون 51 ماينس ال J ناقص I، صح guys؟ هلا لو أخذناها J ماينس I أول وحدة رح تعطيني 1، الثانية رح تعطيني 2، فمعناته الحكي هذا مزبوط. رح تكون 51 ماينس قوسين ال J minus I. نجربها هي رن. شوف هون اللي عم يعطيني اياه 50 50 49 48 49 49 48، معناته تعريفي كان صحيح. Guys هي more to find rhythm أو to find ال equation، هي ما بتعتمد على شو بتكتب بالماتلاب بقدر ما بتعتمد على your sense. Okay. طيب عرفنا الـ upper part، هلأ صفة أعرف الـ lower part. بدها تكون 30 وتتناقص، فهاي I guess عرفناها قبل، هي هاي. لما تكون الـ i أكبر من j بدي إياها تكون i ناقص j. هلأ إذا الـ i ناقص j معناته هي رح تاخد 1 2 3 صح؟ فهم بدي أحكي لها بدي إياها تكون 31 minus بين قوسين الـ i ناقص j. جربوها رح يطلع معي التعريف صحيح. once اني عرفت هاي الماتريكس بحكي لي write the command used to define the matrix A. simply بدي اكتب
كل شيء كتبته على السكريبت هون بدي أرجع أعيد كتابته على البيبر. Define the minor matrix for the matrix defined in A. هلا بدي أعرف الماينر ماتريكس. Guys, the minor matrix, إذا بدي أكتبها فهي ما بتعتمد على إني أوجد specific minor. بدي أوجد كل الماينر ماتريكس. فبهاي الحالة بدي أجي هون أحكي له once إني أوجدت الماتريكس A بدي أوجد الكوفاكتور matrix للA اللي هي عبارة عن الديترمينانت للA راح تكون مضروبة في الانفرس للA صح؟ هاي كلها بدها تكون الترانسبوز هيك عطتني الكوفاكتور matrix. هلا إذا بدي أعرف الماينر matrix فبدي أحكي الM تساوي an empty matrix وأجي أعطيه for loop على الI من 1 ل 30 another for loop على الJ من 1 to 30 هنأسكر ال 2 for loops. هلا سوري هاي 30 وليس 3 وليس 3 equal. بدي أجي أحكي له الM I J تساوي C I J. الإشي الوحيد اللي بدي أساوي هون إنه بدي أضربها في minus one مرفوع على القوة I plus J. هذا الإشي الوحيد اللي بدي أساوي هون. فهلا لما باجي بعمل لهاي الماتريكس run المفروض يعطيني الماتريكس M capital اللي هي هي. هلا إذا بدي أوجد الـ M 2120 فبدي أجي هون على الماتلاب أحكي له M بدي منها الـ element 21 راح يعطيني قيمتها 7.5 مضروبة في 10 to the power 45. واضحة شباب وصبايا؟ حدا عنده سؤال؟ ممتاز. الكوماند used in B بدنا نكتبه. For the following system of linear equation answer the sub questions من A ل B. بحكي لي using Cramer's rule the value of x2 is. هلا بهذا السؤال اغلب الطلاب راحوا عرفوا اول كولم اللي هو minus 2 3 8 9. هذا الحكي غلط. ليه؟ لانه هن لازم يراعوا وين الكوف وين الكوفيشنت لx1 وين الكوفيشنت لx2 و3 و4. فاذا بدي اعرف هاي الماتريكس على الماتلاب نيجي هون نمحي كل شيء ونبدا من جديد. هلا راح اعرفها على الكوماند ويندو ما راح اعرفها على السكريبت. راح اجي احكي له اوكي هلا الماتريكس A شو راح تكون تساوي اول رو فيها اللي هو لأول equation اللي هو الكوفيشنت لx1 اللي هي minus 2 بعدين الكوفيشنت لx2 اللي هي 8 بعدين الكوفيشنت لx3 اللي هي 0 بعدين الكوفيشنت لx4 اللي هي minus 2. أغلب الطلاب عرفوها minus 2 8 and minus 2 without paying attention لل variables. هلأ نيجي ل second one رح تكون الكوفيشنت لx1 3 coefficient لx3 is minus 2 والcoefficient لx4 is تمام. نيجي للي بعدها الcoefficient لx1 صفر لانه بلشت ب 8x2 coefficient لx2 is 8 الcoefficient لx3 is 2 والcoefficient لx4 is 1. نيجي للlast equation الcoefficient لx1 is 9 coefficient لx2 is minus 6 coefficient لx3 is 2 coefficient لx4 is 0. لما أغلب الطلاب أخذوها مباشرة as 2 8 minus 2 then 3 minus 2 2 وإجوا بدهم يحسبوا الديترمينانت راح تطلع عندهم matrix 3 أو 4 by 3 matrix 4 by 3 we can't find the determinant لإلها لأنه هي not a square matrix. هاي أغلب الطلاب غلطوا
ضغطوا فيها. هلا الماتريكس اللي رح تطلع عندي اياها هون رح تكون 4 باي 4 ماتريكس، وهي بتمثل السيستم اوف لينير ايكويشنز اللي عندي اياهم هون. ونس اني اوجدت الماتريكس A، هلا فيني احكي بدي اوجد اكس 2، معناته فيرست اوف اول بدي اعرف الماتريكس B اللي هي فيها 12 4 18 and 6، عرفتها. هلا بدي اجي احكي للماتلاب we need to replace or we need to define the A2 which is equal to A. بس اعرف ال A2، هلا بدي اخذ ال A2، بدي اخذ second column واحكي انه هو بده يساوي ال B small. اوكي، وبعد هيك اجي احكي بدي الديترمينانت ل A2، الديترمينانت لل A تساوي، ورح يطلع عندي قيمة الـ x2 is 2. واضحة شباب وصبايا؟ write الـ command used in A directly، بكتب شو الـ command اللي استخدمته هون. حدا عنده مشكلة؟ واضحة كيف بنستخدم هدول الـ functions على الماتلاب؟ أكيد. اوكي، بما انه ما عندكم مشاكل معناته خلينا نبلش بشابتر 4. اوكي، شابتر 4 is talking about the general بحكي عن ال general vector spaces. First of all رح نغطي real vector spaces, then subspaces, then linear independence, spaces and dimension, row space, column space and null space, and finally rank and nullity. Once خلصنا من chapter 4 رح نروح لchapter 8 اللي هو بيحكي عن the spaces أو the operations اللي فينا نساويهم على the spaces. Okay؟ خلينا نبلش بchapter. يس عبد الله، شو خلصنا هيك الماتلاب؟ خلصنا الماتلاب طالما ما عندكم أسئلة. هسه بعد ما ناخذ كل شابتر رح نرجع له ولا خلص هيك خلص المطلوب منا؟ هلا بشابتر 4 رح نحتاج الماتلاب بس مثلا مشان نوجد الدوت برودكت لحتى أعرف إنه هدول مثلا التو فيكتورز they are dependent ولا independent، أشياء زي هيك. هلا الدوت برودكت نحن اوريدي اخذنا الفانكشن بتاعه، ف you can do it by yourself. تمام دكتور، شكرا. اوكي، هلا اذا في فانكشن جديد رح يمر علينا ممكن نرجع للماتلاب وناخده، زي لما مثلا بدنا ناخذ عن ال شيطان رجيم شو كانت اسمها، لما بناخذ لما بنحكي عن الريدكشن في الدايمنشناليتي، في هاي الحالة بدنا نرجع للماتلاب ونغطي هذا الحكي لأنه ما أخذنا بأول 3 chapters. أوكي؟ okay. So it depends على الإشي اللي رح ناخده. تمام؟ أوكي، نبلش بالvector space. بحكي لي let V be an arbitrary non-empty set of objects. So V is an unempty set تتكون من objects. هلا هذول ال objects ممكن يكونوا matrices، ممكن يكونوا real number، ممكن يكونوا vectors 3 dimensional vectors او يكونوا 4 dimensional vectors او whatever. هي عبارة عن objects، ممكن يكونوا functions، ممكن يكونوا cosine functions، ممكن يكونوا sinusoidal whatever. هلا assume انه V is an arbitrary non-empty set of objects on which two operations are defined. أول operation اللي هي addition، وثاني operation اللي هي multiplication by scalar. So multiplication by scalar not multiplication. If the following axioms are satisfied لكل ال objects اللي معرفين في ال V، okay, and all scalars K and L، then we can call ال V as a vector space. إذا الـ 10 axioms اللي بالـ next slide معرفين على هدول الـ objects اللي في الـ V، في هاي الحالة بنسمي الـ V a vector space. شو هن هدول الـ 10 axioms؟ هلا إذا أخذنا only 3 objects من الـ V،
من هن هدول الأوبجكتس رح يكونوا U و V and W. أي 3 objects في ال V. If U and V are objects في ال V, then حاصل جمعهم should be an object في ال V. يعني إذا أخذت 2 vectors حاصل جمعهم لازم يكون معرف في ال V. إذا أخذت 2 matrices حاصل جمعهم لازم يكون معرف في ال V. إذا أخذت 2 real numbers لازم حاصل جمعهم يكون معرف في ال V لحتى أحكي إنه the first axiom is satisfied. حاصل جمعهم لازم يكون commutative، يعني إذا أخذت ال U زائد V should be equal to V زائد U. Okay, this is the second axiom. Third one اللي هي the priority لل operations. إذا أخذت ال U زائد V first then جمعت لها ال U، هذا الحكي لازم يساوي إني أخذ ال U زائد V first بعدين أجمع لها ال W. هذا بنسميه the third axiom. There is an object zero. هذا zero it's an object. يعني إذا بحكي عن vector لازم يكون zero vector. إذا بحكي عن real number رح يكون zero. إذا بحكي عن matrix فلازم يكون zero matrix وهكذا. هذا zero object okay بيكون معرف في ال V. لازم يكون معرف في ال V وبنسميه zero vector. Such that إذا بجمع zero object لأي other object في ال V لازم يعطيني the same object U. So إذا باخذ ال 0 زائد U أو باخذ ال U زائد 0 لازم both of them يعطيني ال U. طبعا هذا الحكي ينطبق على أي object معرف في ال capital V. For each U and V, for each object معرف في ال V, there is an object minus U برضو معرفة في ال V. يعني إذا باخذ ال U النيجاتيف لإلها لازم تكون معرفة في ال V called a negative of U، نسميها negative of U. Such that إذا باخذ حاصل جمع ال U plus ال minus U لازم يعطيني zero object. يعني سواء أخذت ال U plus minus U أو ال minus U plus U لازم يعطيني zero object. تمام؟ اوكي جايز، نيجي هلا للاكسيوم رقم 6. F K is a scalar, any scalar, and U is any object في ال V. بنحاصل ضرب للسكيلر في هذا الاوبجكت لازم يعطيني another object، هذا الاوبجكت معرف في ال V. إذا باخذ حاصل ضرب أو سوري إذا باخذ حاصل جمع two objects بعدين بضربهم بالسكيلر لازم يكون مساوي للفيرست الفيرست object مضروب في السكيلر زائد second object مضروب في السكيلر. واضحة؟ هاي السبنث. الايت إذا باخذ حاصل جمع two scalar بضربهم في object، في first of all لازم هذا الحكي يكون معرف، then ال K في U زائد ال L في U تساوي ال K زائد L في U. واضحة؟ نيجي للتاسعة. إذا كان في عندي two scalars مضروبين في بعض then we multiply them by an object، فهذا الحكي بده يساوي ال first second scalar مضروب في ال object بعدين كلهم مضروبين في ال another scalar. آخر واحدة، إذا كان في عندي قيمة السكيلرز 1 فحاصل ضرب ال 1 في الفيكتور أو في الأوبجكت رح يعطيني the same object. هدول ال 10 axioms إذا تحققوا بنحكي إنه ال space اللي عندي إياه عبارة عن vector space. خلينا ناخذ مثال على هذا الحكي.
consists of real numbers defined from So let's assume we do have a space consists of all real numbers اللي معرفين من minus infinity to infinity. شو هن الreal numbers? 1, 2, 3, 4, 0.5, 0.57, whatever. كل الreal numbers اللي معرفين من minus infinity to infinity بشكلوا الspace بتاعنا. Okay. هدول هن كل الريل نمبرز تمام جايز هلا بدي اشوف هل كل الريل نمبرز اللي ديفايند من ماينس انفينيتي لانفينيتي فورم ا فيكتور سبيس ولا لا هلا اذا بدي اشيك انه هن بشكلوا فيكتور سبيس ولا لا معناته نحن لازم نشيك انه هدول ال 10 اكسيومز اللي هون بتحققوا او لا حتى اشيك انه هدول ال 10 axioms بتحققوا ولا لا خلينا نعرف let u v and w are real numbers defined in capital V let نحن هون حكينا let's assume that we have a space V, V capital. Okay. بتكون من الريل نمبرز. هلا اجيت فرضت انه عندنا U, V and W are real numbers defined في الفيكتور سبيس defined في الفيكتور سبيس defined في الفيكتور سبيس capital V. تمام؟ هلا اول شغله بدي اشوفها بدي اشوف انه الفيرست اكسيوم بتحقق ولا لا الفيرست اكسيوم شو بحكي لي حاصل جمع اليو اند في ان هنا حاصل جمع اني تو ريل نمبرز لازم يعطيني انذر ريل نمبر هل حاصل جمع اليو زائد في رح يعطيني ريل نمبر يعني معرف في الفي كابيتال جربوها U زائد V رح يعطيني is N V صح؟ حاصل جمع two real number رح يعطيني real number معرف معناته في ال V capital هل إذا باخذ ال U زائد V رح تعطيني ال V زائد U؟ real numbers ال U زائد V تساوي ال V زائد U هاي من خصائص ال real numbers صح؟ إن الجمع commutative يعني لما بجمع 5 زائد 10 هل هي 10 زائد 5؟ صح شباب وصبايا؟ تمام هلا إذا باخذ حاصل جمع ال U زائد V زائد W هل هذا الحكي يساوي ال U زائد V الكل زائد W برضو هذا الحكي الـ real number هي أحد الـ properties للـ real numbers إنه إذا باخذ 2 plus 3 بعدين بجمع لها 5 هي نفس ما آخذ 2 plus 3 زي ما آخذ 3 plus 5 بعدين أجمع لها 2 okay. رح يعطيني the same answer هل الـ zero object is defined for real number is zero as a number as a number as an object فعليا عبارة عن real
real number معناته هو معرف معرف في الفكتور سبيس. هل إذا بجمع الزيرو لأي other object رح يعطيني نفس الأوبجكت؟ Yes. For each u in v, there is an object called minus u. هلا أنا السبيس بتاعي معرف من minus infinity لإنفينيتي. هلا إذا باخد ال u for each u, ال minus u h object u, ال minus u is defined لأنه أنا السبيس بتاعي من minus infinity لإنفينيتي. هلا بهاي الحالة إذا باخد ال u plus الماينس يو راح يعطيني الجواب صفر. واضح يا شباب وصبايا؟ واضحة جايز؟ If k is any scalar and u is any object in v, then k في u is in v. إذا باخذ أي scalar k. أوكي؟ أي scalar any ضربته في اليو، هل حاصل الضرب رح يعطيني real number؟ definitely. طالما عم يعطيني real number معناته هو معرف في ال v. هلا إذا باخذ في السابعة scalar k بضربه في u زائد v، هل هذا الحكي يساوي k في u زائد k في v؟ yes. من خصائص ال real numbers. هل إذا باخذ k بضربها في l في U رح تعطيني نفس الجواب ما أخذ K في L بعدين أضربها في U؟ Yes. برضو من خصائص الـ real numbers. نفس الشيء إحنا حكينا الثامنة. Sorry, we missed something. I said. Okay. Any scalar. هاي للجمع. اوكي الثامنة للجمع guys. إذا بيكون في عندي two scalar k زائد l، اوكي k زائد l بضربهم في object u، فهذا الحكي يساوي k في l k في u زائد l في u. إذا باخذ two scalars بضربهم ببعض بعدين بضربهم في object u which is a real number، فهي مساوية لأني آخذ second scalar أضربه في ال u بعدين أضربه في ال k. إذا باخذ ال 1 as a number بضربه في أي real number اللي هو U، الجواب رح يعطيني good guys. هلا كونه هدول ال 10 axioms انطبقوا، كونه هدول ال 10 axioms انطبقوا، كونه هدول ال 10 axioms انطبقوا معناته بنحكي إنه ال V that real numbers is considered as a كون هذول ال 10 axioms انطبقوا معناته الفيكتور سبيس اللي بتكون او السبيس اللي بتكون من كل الريل نمبرز عباره عن فيكتور سبيس. واضحه شباب وصبايا؟ حدا عنده سؤال؟ واضحة شباب وصبايا؟ حدا عنده سؤال؟ أوكي. طب أنا أسألكم سؤال. هلا لو حكيت لكم نفس السؤال اللي هون، أوكي، بس بدنا only أن تكون هدول الأرقام defined من الزيرو from zero to infinity. هل فيني اعتبره vector space ولا لا؟
هل فيني أعتبر الـ real numbers اللي معرفين من الزيرو للإنفينيتي vector space ولا لا؟ هل الـ 10 axioms بنطبقه ولا لا؟ لا دكتورة. ليه لا؟ مثلا الـ number إيمان. أوكي إيمان ليه لا؟ مثلا number 5 اللي هو u plus minus u equals minus u plus u equals 0 هو أصلا ما في عنا minus. والله أنك مبدعة، ما في عنا الماينس يو أصلا، إلك بونس. هذا حكي زميلتكم صحيح. شو بتحكي لكم؟ بتحكي لكم الأكسيوم رقم 5 بحكي for each u and v، لكل رقم معرف من 0 للإنفينيتي لازم يكون في الماينس يو، ماينس الرقم لازم يكون معرف في الفي. طب انا الفي عم تاخذ اونلي البوزيتيف نمبر من 0 لانفينيتي، معناته الماينس يو از نوت ديفايند. فاذا الماينس او النيجاتيف للاوبجكت از نوت ديفايند، معناته الاكسيوم رقم 5 ما انطبقت. وضحت؟ تمام جايز. وبهاي الحاله الريل نمبرز او البوزيتيف ريل نمبرز وي كانت كونسيدر ذم as a vector space. واضحة شباب وصبايا؟ تمام أمورنا؟ أوكي. Let's stop here وبنكمل المرة الجاي. هلا ما ننسى الكويز يوم الخميس ب chapter 2. Okay guys. الساعة 8. دكتورة. عبد العزيز يس عندنا كويز. على تيمز سألت؟ على التيمز يس. تمام يعطيك زي العادة. المرة الماضية حيبلش الساعة 8 ورح أعطيكم enough time. usually هذا الـ enough time ما بيكون available بالامتحانات. دارون بعد سري ما سمعت مين اللي كان عم بحكي؟ أنا دانيال. بس بدي أسأل سؤال، إنه كم سؤال حيكون؟ يوجوالي بيكون سؤالين لغاية ثلاث أسئلة مش أكثر من هيك. شكراً يا دكتور. هو بشابتر 2 بشابتر الديترمينانت. أوكي جايز. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. دكتور بدي أسألك بس علامات الكوز الماضي متى بتطلع إن شاء الله؟ لما أصححهم. شكراً لك دكتور. أوكي تفاري. يعطيكم العافية وبنشوفكم يوم الخميس.